كرة قدم صح؟ لا. ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ على بالكم شاعر صح؟ لا. هذا أنا عبد الله بن سليمان، موجود معاكم بإذن الله تعالى ابتداء من الخامسة مساء كل يوم من الأحد للخميس عدا الجمعة والسبت في برنامج أدرينالين. الكثير من الفقرات المتنوعة اللي راح ترافقكم في هذه الأجواء المسائية واللي فيها أيضا الفقرات المفيدة. خليكم ثمتين الموجة عبر أثير إذاعة الشبيبة. اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا المسائيه لكل من انضم معنا في هذه الاوقات وثبت الموجه عبر اثير اذاعه الشبيبه. ما زلنا مستمرين ومواصلين معكم هذا المشوار المسائي في برنامج ادرينالين لهذا اليوم، وانا سعيد جدا انه في هذا الوقت ينضم معي في الاستديو، يعني رغم اني انا شوي حزين وشكلنا بنتضارب انا وياه وايد اليوم في الاستديو، لانه هو مدريدي وانا برشلوني، فما بنتواصل اليوم انا وياه في 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 البرنامج. قبل كل شيء يوسف، وش رايك في التعليق قبل شوي؟ اصلح اكون معلق انا؟ ايوه. تحس كذا مناسب اني اكون معلق؟ ايوه مناسب. خلاص اودر الاذاعه واروح اكون معلق انا، ايش رايك؟ واعلق عليك انت لما تلعب، ايش رايك؟ احسن شيء كذا. يا سلام يا سلام. يا جماعه الخير، معنا هنا في الاستديو ما شاء الله الطفل الموهوب يوسف اليوسفي، وهو من مواليد مارس 2012 واحد ابرز المواهب الكرويه الشابه الصاعده عندنا في السلطنه. برز ما شاء الله يوسف من صغر موهبته الفذه في كره القدم، وحقق العديد من الجوائز والبطولات على الصعيدين المحلي والدولي. راح نتعرف عليه في هذا اللقاء عن قرب، ومعانا ايضا في الاستديو هنا والد يوسف. ابو يوسف مساك الله بالخير. مساء النور اخي عبد الله، مساء النور اذاعه الشبيبه اف ام على هذه الاستضافه، وشكرا لكم. اهلا وسهلا، احنا سعيدين جدا، وما شاء الله يعني نبارك لك انجازات يوسف من صغره ما شاء الله، والله الله يطرح فيه البركه ان شاء الله ويبلغك فيه، ونشوفه في يوم من الايام احد اللي فعلا اللي يقود المنتخب عندنا في السلطنه، وتكون للمشاركات الكبيره باذن الله تعالى. الله يسمع منك ان شاء الله، وهذه بيدعمكم ووقفتكم مع يوسف ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. قبل لا ندردش شويه يوسف، خلينا ندردش شويه وياك ابو يوسف. موهبه يوسف متى اكتشفتها؟ متى كانت شراره البدايه حسيتها فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوسف دائما يقول ابن الوز عوام. انا طبعا ادرب منتخب الجامعي لكره قدم الصالات ما شاء الله، ودربت ايضا منتخب الاعلاميين. يوسف كان متواجد معي في كل تمارين المنتخبات والانديه اللي انا دربتها، كان يتواجد في الدكه، يحضر معي المعسكرات، يحضر حتى البطولات الخارجية كان يحضر. ما شاء الله. اكتشفت موهبته حقيقة تقريبا في سن الرابعة، يعني داعب الكرة وما شابه ذلك، هدايا اللي كنا نعطيها يرفضها، يقول أنا أريد كرة. يا سلام. حسيت أنه فعلا يعني شخصيته كلاعب ممكن أن يكون لاعب، بما أنه مجالي وفي نفس الخط اللي أنا ماشي فيه اهتميت فيه، يعني وقفت وقفة وقلت ممكن أنه يكون مشروع فعلا لاعب. بدأ من سن الرابعة تقريبا أنه هو يمارس اللعبة كأكاديمية، يدخل أكاديميات من سن 4 سنوات. جميل جميل ما شاء الله، الله يعطيه الصحة والعافية يا رب. هو الوحيد بين أخوانه اللي برز في هذا الموهبة، ولا عند أحد من أخوانه ما شاء الله بعد بارز؟ لا، هو ثاني من أخوانه، الأخ الصغير بعده يعني 4 سنوات، لكن هو الأبرز. لكن أنا أحسك على نفس المسار بتمشى بعد إن شاء الله. ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية يا رب. يوسف بيعقوب، شو الأخبار؟ الحمد لله بخير. كيف أمورك؟ بخير الحمد لله. ليش تحب ريال مدريد؟ لأني أحب ريال مدريد، أشوف لعبهم التلفزيون وعجبني لعبهم. زي برشلونة بعد ما عجبك لعبهم؟ عجبني بس ريال مدريد أفضل. من 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 اللاعب اللي تحبه في ريال مدريد أكثر شيء؟ هو كريستيانو. كريستيانو؟ الحين خلاص صار في النصر، الحين أنت تشجع النصر بعد؟ لا ما شجع النصر. بس تحب كريستيانو؟ بس أحب كريستيانو. وشجع ريال مدريد. وتشجع ريال مدريد. بيشيلوا البطولة هذه السنة؟ إن شاء الله. عندهم مبابي وعندهم بلينغهام وعندهم فينيسيوس، لكن برشلونة بعد جايين بيشيلوا البطولة. لا ما شاري الميدان، صدقني ريال مدريد. أنا أقول لك، أنا أقول لك خذها من الآخر، هذه السنة برشلونة مكسح الدنيا. ماشي، لا انسى اليوم، هذه السنة ما بتشيل ولا بطولة. بتشوف اوكي الميدان بين الذاكرة، أنا وياك برد استضيفك مرة ثانية نهاية الموسم. اوكي تتحداني؟ ايوه. خلاص الميدان يا حميدان. زين يوسف، أنا بغسلك سؤال كذا في خاطري، ليش تحب كرة القدم؟ أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. أنا
لعبت كرة القدم يوم كان عمري 4 سنوات. ما شاء الله. بديت ألعب كرة قدم أنا 4 سنوات. عجبني كرة القدم يوم كنت أشوف مباريات وكنت أروح مع أبوي التمارين، واستغربت في اللاعبين في يقوم الصباح يعني الساعة 7 كذاك، وهذه يسويها لاعبين كبار، فأنا حاولت يعني أمارس كرة القدم وأشوف موهبتي، وأنا عجبني لعب كرة القدم. يا سلام. وش أكثر شيء تحبه في كرة القدم؟ وش المركز اللي تحبه في كرة القدم؟ أنا مهاجم. مهاجم سترايكر على طول قدام، وانت بتسجل تبي تكون مهاجم المنتخب إن شاء الله. أنت تعرف إحنا عندنا المنتخب إحنا يعني البركة في الشباب، لكن شوي إحنا معانين في الهجوم، صح ولا لا؟ في منتخبنا إن شاء الله بتشوفوني كلكم في المنتخب إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى. يوسف، قلت لي لاعبك المفضل كريستيانو، وفريقك المفضل ريال مدريد. هو ذا فريقك المفضل. من المنتخب اللي تحبه أكثر شيء؟ كيف؟ منتخب عمان؟ لاعب؟ لا، المنتخب اللي تحبه من المنتخبات العالمية، البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، من كرواتيا. أوكي. أنا أول شيء حبيت البرازيل، بعدين عجبني لعب إسبانيا في التيكي تاكا مالهم. يا سلام، تابعتهم في البطولة الأخيرة؟ البطولة الأخيرة بديت خلاص أشجع إسبانيا. عجيبين في التيكي تاكا كانوا. شفت هذا ما كانوا يعتمدوا على القوة، على طول يهاجموا. أول شيء يلعبوا في الدفاع، بعدين النص، بعدين على طول يروح المهاجم. في رسم تكتيكي واضح كذا، يبنوا من الخلف وبعدين يمشوا للنص وبعدين يوصلوا لقدام. جميل. وانت من تشوف هذه الاشياء في منتخب اسبانيا تطبقها لما تلعب؟ احاول اطبقها لما العب. يا سلام يا سلام. من اكثر شيء ساعدك في انك تنمى موهبتك؟ الحمد لله اشكر ابوي، هو اللي خلاني امارس كرة القدم، وطبعا اهلي كلهم، كل اهلي قالوا لي انت ما شاء الله عليك لعيب، فانا هم ساندوني في لعب كرة القدم، فانا خلاص عاد قلت بحاول اني اكون شجاع واكمل العب كرة القدم. انت شجاع، انت شجاع ما شاء الله عليك يوسف، انت شجاع. انا شفت الفيديو اللي في حسابك في الانستغرام وانت تنطط الكرة. تعرف انا عمري 30 سنة وما اعرف زي مثلك ما شاء الله. ما شاء الله عليك، انا ما اعرف. تعلمني كيف؟ عادي اعلمك. سهل. يا اخي احسه صعب انا. يعني شوف، انا اذا بسوي يمكن مرتين ثلاث مرات، لكن هذه لما اجي ابي اوقفها على الرقبه ما اقدر. تعلمني اياها؟ لا، لازم يعني كل يوم تمارين تتمرن، وحاول يعني نشوف كيف يسووها، نطبقها، بعدين نبدا كذاك بتشوفوا تقدر تسوي المهارة، بيكون الموضوع سهل حالكم. ومين اللاعب المهاري اللي تحب تتابعه أكثر شيء وتتعلم من عنده حركات؟ رونالدينيو. يا سلام عليك، يا سلام عليك. تشوف مقاطع في اليوتيوب لرونالدينيو؟ أيوة رونالدينيو. تعرف شي يلقبوه رونالدينيو؟ يلقبوه الساحر البرازيلي. ساحر لأنه عنده حركات ومهارات أشياء كثيرة يسويها. أنا عجبتني السوالف وياك، ونسينا الوالد إنه موجود معنا في الاستوديو وخضيتنا السوالف وياك. ونرجع لك أبو يوسف، دائما يعني لما نشوف موهبة مثلا في الطفل ونحب إحنا ننميها، يكون في عندنا دافع داخلي يخلينا نستمر. ما خفت إن يوسف يتعلق بهذه الموهبة بشكل كبير جدا، وممكن مستقبلا هذا الشيء أثر على دراسته المستقبلية؟ طبعا أكيد ابنك، ولازم إنك تكون قلق من هذا الموضوع، وهذا كان يعني يمكن يأرق والدته، يعني تعرف يعني هم يمكن ما تكون رياضية كثير، لأنه إحنا كشباب مختلف شوي عندنا رياضة، خاصة كرة قدم. لكن موهبة يوسف أجبرتني إني أنا أكمل مع المشوار. موهبته يعني خبرتك من 4 سنوات، يمكن 6 سنوات هو ينطط الكرة باحترافية ما شاء الله عليه، يعني مثل ما أنت ذكرت. الشيء اللي فاد يوسف جائحة كورونا، كنا في يعني ما في خروج، في البيت معانا، فتحصله دائما مع الكرة، الدراسة عن بعد، بعد ما خلص مع الكرة. في البعض يقول ان تضرروا من كورونا، احنا بالعكس يوسف يمكن في الفترة السنة وسنة ونص اللي كان فيها كورونا استفاد كثير، يعني كنت انا اعمل له
يعني بعض التداريب داخل البيت من الملل الجلسة في البيت فاستفاد منها. طبعا هو الحمد لله محصلة دراسية جيد يعني عارف يوازن نفسه وعارف وش اللي يريد. هو لاعب ذكي وأيضا يعني طفل ذكي يعني عارف وش اللي يريد عارف متى يذاكر. يعني يمكن يرفض يروح الأكاديمية إذا كان فترة اختبارات من نفسه يقول بابا أنا عندي اختبارات الأكاديمية بلغهم أني أنا ما بروح فيها الفترة هذه لغاية ما خلص اختباراتي. صح. لهذا السبب حبيت أني أنا أكمل المشوار مع يوسف وأنه يعني يوصل لي أبعد من هذا الشيء. جميل جميل. وأنت أنت صح يوسف لما يكون دراسة دراسة ولما يكون وقت للكورة يا سلام عليك. تعرف اليوم أنت لما تكبر وتكون عندك الشهادة العلمية وطموحك المستقبلي وتتخرج من أكبر الجامعات فتخيل يقولوا يوسف الدكتور ولا يوسف المهندس ولا يوسف المعلم واللاعب المتميز. تعرف الحين حتى في لاعبين عالميين عندهم دكتوراه عندهم متخرجين من جامعات وهم يلعبوا. فأنت إن شاء الله كذاك تكون في المستقبل. لما تكبر وش حاب تكون؟ إن شاء الله أريد أكون طيار. طيار يا سلام عليك ما شاء الله. يكون مرة واحدة تطير للبلاد اللي تنزل فيها تلعب عندهم مباراة وتروح البلاد اللي بعدها وتلعب عندهم مباراة بعد. أيه. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب أبو يوسف إحنا نعرف إنه يوسف عند العديد من المشاركات ما شاء الله عند العديد من الجوائز كذا خضنا أنا والسادة المتابعين والمشاهدين خضنا في رحلة مع مسيرة يوسف والمشاركات والأكاديميات والجوائز والبطولات. إن شاء الله. يوسف طبعا بدا يعني التحق بالاكاديميات في اكثر من اكاديميه ما استقر في اكاديميه واحده. بدا في اكاديميات اكاديميه ألجيريا من بعدها راح اكاديميه شافوا انه هو موهوف مميز في الاكاديميه هذه. في اكاديميه اخرى اخذته اللي هي الموالح ايضا ولعب معاهم تقريبا سنه او سنه ونص ومن ثم راح اكاديميه ريال مدريد واستمر ايضا معاهم سنه الى سنتين في اكاديميه ريال مدريد اللي هي في عمان طبعا. كل الاكاديميات هذه حاليا في عمان. اغلب الاكاديميات اللي كان يلعب فيها يوسف الحمد لله يا هداف يا افضل لاعب في البطوله يا هداف يا افضل لاعب. هذا اللي شجعني اكثر ان انا استمر يعني مع تنمية الموهبة اللي عنده وأنمي له موهبته طبعا. آخر أكاديمية طبعا هي أكاديمية جنوفا اللي هي اهتمت في حاليا بأمانة وكلمة شكر تقدم لرئيس الأكاديمية اهتمت في اهتمام جيد يعني حتى هو عنده مدرب إسباني. الأكاديمية فيها مدرب إسباني في الأصل. تغير شوي الفكر عنده الفكر الاحترافي طبعا. آخر محطاته طبعا كانت في معايشة في نادي أوفيدو الإسباني أعتقد من أسبوع تقريبا واصل من إسبانيا. كانت معايشة مدة شهر هي كانت في بطولة العالم للأكاديميات وهذه الأكاديمية شاركت اللي هي جنوفا. وأيضا بعدها استمر معايشة لمدة 3 أسابيع يعني كمل شهر تقريبا. أيضا شارك مع أكاديميات مشاركات خارجية شارك في دولة الكويت في بطولة الخليج وشارك في دولة الإمارات أيضا في بطولة الخليج في سنتين مختلفات. فهذه فتحت لما قال انه هو طبعا يعني يكتسب الخبره اكثر. بالاضافه الى هذا عبد الله مثل ما ذكرت لك انه هو كان يروح معاي المعسكرات حتى الخارجيه البطولات الخارجيه وكان يتعايش مع لاعبين اغلب لاعبي المنتخب اللي كانوا معاي هم حاليا تعايش معاهم وعرف وش معنى انك تنهض من بدري انك تهتم في غذائك انك انت تعرف متى تروح التمرين. لما يكون عندك طفل في 10 سنوات أو 11 سنة الحين 12 وتغذى تأسس صح فأكيد نبي يكون يعني مستقبل يكون إن شاء الله يكون مبهر إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني أبو يوسف إحنا نتكلم عن جيل ترى ما هو سهل إحنا ما هو نفس الجيل الأولي جيل اللي يبحث عن التقنية يبحث عن التكنولوجيا أرب طول الوقت على اللي يمكن الآيباد. طبعا إحنا ما نعمم يمكن في مثل ما ذكرت مثلك وشرواكة ولياء أمور ما شاء الله مهتمين بأبنائهم الاهتمام الكبير جدا في البرامج الصيفية في الفترات الصيفية يدخلون في برامج تنمي مهاراتهم الثانية. برجع ليوسف. يوسف انت نمت انت نمت يوسف بنسولف وياك بندردش وياك اليوم. كيف كانت التجربة اللي قضيتها في إيطاليا كانت أبو يوسف إسبانيا. في إسبانيا كيف كانت التجربة كلمنا عنها. الحمد لله كانت تجربة جيدة مع أكاديمية جنوفا. يعني شفنا أشياء جديدة لاعبين جدد ولاعبين يعني لاعبين مهاريين ولاعبين ممتازين. فنحن مرة ثانية إن شاء الله السنة القادمة بنروح وبنعرف كيف نلعب معاهم لعبهم. ويعني كنت مع حتى مع بعد ما خلصت البطولة بعد قضيت أسبوعين
مع أكاديمية أوفيدو في إسبانيا. كان تمارينهم الصباح الساعة 7، فكان لازم نعرف كيف نقوم للصباح الساعة 7 ونفطر، بعدين نروح تمرين نتغذى صح، بعدين نروح تمرين، والتمرين كانت 4 ساعات. وهذا نحن شيء نتمناه يصير في عمان، إنه يعطونا تمارين أكثر وساعات أكثر عشان الواحد يقدر يلعب ويعرف وش هو جالس يسوي في التمارين ماله. يا سلام عليك، يا سلام عليك، ما شاء الله عليك. إيش تحس أكثر المهارات اللي أنت تعلمتها من هذه المعايشة اللي كانت في إسبانيا، وحسيت إنك تطورت فيها بشكل كبير جدا في الكورة؟ يعني أيوة يعني في الكورة مثلا الاحتفاظ بالكورة، التسديد مثلا عن بعد، وإيش اللي تعلمته؟ كانت المراوغة وكان التسلل، كان شيء جديد حالي. يا سلام، تعلمت هناك كيف تكسر التسلل، كيف أكسر التسلل مع اللعيبة. جميل 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 جميل. أضيف شيء هنا بس، الفرق إنه الأكاديميات في عمان يعني الأغلب للأسف، يعني اسمح لي على المداخل، للأسف إنه ملاعب صغيرة، لما راحوا تفاجئوا إنه يلعبوا من هذا السن ويلعبوا على ملعب 11. يا سلام. فلازم تلعب تسلل، تعرف ترتان ما في تسلل. صح. فأغلب الأكاديميات، وهذه يمكن تكون إشكالية حاليا في عمان، أغلب الأكاديميات تعرف شح الملاعب الكبيرة يلعبوا في ملاعب ترتان ما في تسلل. المهاجم خاصة لاعب مهاجم ما يستفيد، يمكن لاعب النص يستفيد ملعب ضيق، لكن كلاعب هو من الأشياء اللي هو قال لي عنها أني أنا مثل ما قال لك الحين أكسر التسلل لأن ملعب كبير، أعرف أخذ راحتي، أعرف أتحرك، يعني هذه من جميل جميل جميل. يعني الله يعطي الصحة والعافية يا رب يوسف، يعني في هذا السن يتعلم هذه الأشياء التكتيكية وهذا هذا الرسم الفني في كرة القدم. اليوم يمكن في ناس يتابعوا كرة القدم لكن ما يفهموا وايد في هذه الأمور، وهو ينشأ أكيد راح يكبر وتكبر مع هذه المفاهيم. بيوسف، احنا يعني المسارات مثل هذه المسارات ما تخلى من التحديات. صحيح. فإيش هي أبرز التحديات اللي تواجهها أنت مع تنمية مهارة يوسف؟ حقيقة هو يعني مثل ما ذكر الوقت اللي هو ممكن يتمرن في يوسف، يعني ما في أكاديمية، لا الحمد لله حاليا في أكاديمية جنوفا شيء بيذكر أنه مع المدرب الإسباني وشغله عامل نظام معين، وهذا اللي أنا افتقدناه تقريبا ما يقارب 5 سنوات مع يوسف سابقا. عندهم حصة حديد، يعني اللي هو عندنا أكثر من مكان، عندنا ملعب وعندنا جيم لياقة البدنية وعندنا، وهذا شيء عجبني أنا أكثر من رياضة، الجيم، وفي مسبح بعد التمرين تأخذ مسبح تتسبح، وفي هناك صالة حديد، هذا اللي شيء عجبني بالإضافة إلى الفيديوز. يعني هذه أشياء يعني اللاعب اعتقد ان احنا محتاجينها، اللي احنا مفتقدينها كلاعب عماني. التاسيس الصحيح هو اللي راح يوصلك للنهايه الى لاعب صحيح. ما في تاسيس، مجرد نفس بتطلع نفس الخامات، يعني مثل ما ذكرت بدايه حديثك ان لازم نفتقد للاعب قناص او هداف على مستوى عالي، لانه ممكن ما يكون في تاسيس صحيح. يعني اللاعبين عندنا يخرجوا الى احتراف او شبه احتراف ما بعد سن 17-16 سنة. ما شفت لاعب هو في 9 سنوات او في 10 سنة او في 12 سنة بدا انه يبدا انه يروح على مستوى عالمي. يعني انت انك تغرس في ابنك هذا الشيء من الان، هذا يبقى في ذهنه، يعني حتى لو وصل المنتخب المدرب ما بيتعب معاهم. الجهاز الفني، حتى الجهاز الاداري والفني، مساله الانضباط والى اخره. الصعوبات هي طبعا مثل ما تعرف، يعني انت يعني ما نتكلم عن التكلفة المالية، ولكن نتكلم عن الأكاديميات اللي هي على مستوى عالي مثل اللي موجودة، مثل ما ذكرت مرنوا 5 ساعات إلى 4 ساعات يوميا. جونا الحار صعب جدا، احنا نتكلم فقط ممكن يتمرن ما بعد الساعة 6 إذا هو يروح مدرسة ويرجع مرة ثانية وبيتمرن 4 ساعات، فصعب جدا تحصل في هذه البيئة. أعتقد أنه محتاجين لأكاديمية شاملة، يعني فيها مدرسة داخل، فيها مثل ما ذكر يوسف مسبح وكل شيء، وفيها الدراسة يطلع، وفيها الهوستل، يعني فيها السكن داخلها يجيك البيت ويكند، لكن ما ينسوا الشق التعليمي، يعني يكون جزء من الأكاديمية. إذا في أحد يتبنى هذه الفكرة، وأتمنى أن وزارة الشؤون الرياضية أنها تتبنى فكرة مثل هذه،
تأخذ الموهوبين على مستوى السلطنة وتحطهم في أكاديمية كانت في البلد أو خارج البلد، مثل يعني مقارنة بالدول الشقيقة سباير مثلا في قطر، في أماكن أخرى. هذا أتوقع أنه بعد 10 سنوات 5 سنوات راح نشوف جيل رياضي قوي جدا، يعني أو أنه متميز من كل النواحي مثل ما ذكرتك، إداريا فنيا ذهنيا عقليا تعليميا، يعني بيسلك إذا ما سلك في الرياضة على الأقل بيروح على مجال آخر وأنه هو درس يعني. فهذا ما ينقص أتوقع أنه الدعم. الإعلام أيضا جزء لا يتجزأ من نجاح أي موهوب أو أي لاعب، يعني اللي تقوموا فيه أنتوا في قناتكم العزيزة يعني هذا شيء تشكروا عليه، يعني أنكم تدعموا مثل هذا. في يوم من الأيام بيتذكر يوسف أني أنا استضفت وأنا في عمري 12 سنة في قناة مثل أول قناة تستضيفه، يعني مثل قناة الشعبية استضافتني وكان لي لقاء. هذا يبقى في ذهن اللاعب، وهو هذا محتاجين لأكثر من هذا الأشياء. صحيح صحيح، بلا شك. والجميل في الموضوع يعني اليوم يوسف ما شاء الله في هذا العمر وينزرع عنده فكرة الانضباط الكروي، الاستيقاظ بشكل مبكر، التغذية السليمة. أنا أعتقد راح يكبر وتكبر مع هذه المفاهيم، يمكن حتى في المستقبل القريب إن شاء الله أنت ما محتاج حتى تدخل مثل هذه الأكاديميات، بيبدأ هو يطور نفسه من نفسه وبيبدأ هو يشتغل على نفسه لأنه خلاص تأسس صح. يوم يوسف تأسس صح وبدأت عنده هذه المفاهيم انزرعت في باله. يوسف أنت مركز معنا، عجبيني ما شاء الله عليك مركز معنا. شوف عندنا الدوري الإنجليزي، عندنا الدوري الإسباني، عندنا الدوري الفرنسي، عندنا الدوري الإيطالي، وعندنا الدوري الألماني. من هذه الدوريات الخمسة الكبرى إيش أكثر دوري تحبه؟ أنا أحب الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي. الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي. الدوري الإسباني سبب الأول إنه ريال مدريد. والدوري الإنجليزي اللي يعجبني فيه إنه في تنافس. يا سلام. أنا أحب حتى إني ألعب في الدوري الإنجليزي لأنه بيكون عندي ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، مان يونايتد، فتقدر تشوف هذه المباريات وتشوف مباريات قوية جدا. صح. إيش رأيك في الأرسنال؟ أنا حزين على الأرسنال يا أخي، تصدر طول الموسم آخر شيء السيتي من وراء وشرع عنا البطولة، هذه ثاني سنة تستوي لهم. وش المشكلة عند الأرسنال؟ وش تحس أنت من وجهة نظرك يوسف يوم تتابع الأرسنال؟ أنا أحس أن الأرسنال ما عنده نفس طويل، يعني لما يجي نهاية البطولة يقل عندهم اللي تقل عندهم اللياقة البدنية والرتم، فيخسر مباريات سهلة، صح ولا لا؟ أيوه. السيتي مثلاً في التكتيكات هو المدرب، يعني غوارديولا، احنا نتكلم عن غوارديولا، برشلوني ترى كان غوارديولا بس لا تنسى. السيتي صح عنده مدرب جيد غوارديولا، وهو يفكر غوارديولا مباريات سهلة يلعب الاحتياط، هذه مباريات سهلة فهو يدخل الاحتياط ويلعب هذه المباريات. يمكن الأرسنال لا، الاحتياط يدخلهم في المباريات الصعبة والمباريات السهلة يدخل أساسيين، عشان كذا يخسر في 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 مباريات تكون سهلة. توقعاتي. صح. يا سلام عليك ما شاء الله عليك. يمكن احنا قربنا من الختام بيوسف، وانا وايد مستانس اليوم بهذا الحديث، وايد مستانس بهذا اللقاء، ومن زمان كان خاطري صراحه لان برنامج ادرينالين تعرف الحين بطولات رياضيه ماشي عندنا كثير، كل الدوريات متوقفه ما عندنا، ما عدا عندنا اولمبياد باريس اللي قاعده تلعب في فرنسا. انت ايش خاطرك تشوف يوسف مستقبلا؟ طبعا الاحتراف، يعني اتمنى انه يعني يوسف انه يحصل مجال الاحتراف الخارجي، لانه اللي شفته فعليا انه ما في لاعبين كثير احترفوا خارجيا. صح. فليش ما يكون يوسف بوابه الاحتراف الخارجي على مستوى الخارجي؟ طبعا يكون لاعب منتخب ويمثل وطنه، يمثل بلده، وهذا الاهم، هو حاس بهذا الشيء. اغلب مباريات منتخب يحضرها عنده وطنيه عاليه مع المنتخب الوطني. جميل. اذا شفت ايضا الانستغرام ماله بتلاحظ انه يصور مع كثير من لاعبين المنتخب، بس هذا كله يحتاج دعم يعني ناس يعني مشتركه، الحكومه، القطاع الخاص، يعني تتبنى هذا المواهب، يعني موهبة مثل يوسف، ما أنه عشان ابني أو غير يوسف. صحيح. يعني لا صحيح. لما يجيك يعني شركة مرموقة أو وزارة أو حكومة تتبنى فكرته من الآن، يعني معسكرات خارجية على سبيل المثال، معايشات بيفيد المنتخب
في الأول والأخير وبيفيد نفسه وبيفيد بلده. يعني أتمنى أن أشوف يوسف إن شاء الله في يوم من الأيام مثل ما ذكرتك يمثل المنتخب وأيضا إحدى الأندية الكبار على مستوى العالم إذا استمر على نفس النهج اللي هو هذا الكلام دائما أنا أكلمه إياه. إذا استمر على هذا النهج إن شاء الله بنشوف يوسف من الأسماء العمانية اللي هي موجودة في الخارج إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. أنا آخر سؤال ليوسف، إذا خيروك تلعب في واحد من أندية العالم، وش النادي اللي راح تختاره وتو بتلعب فيه؟ صعب والله، أنا أقول ريال مدريد. نادي ريال مدريد، يا سلام عليك، يا سلام عليك. أنا المشكلة إني أنا ما قادر أتكلم لأن ريال مدريد يعني ملك أوروبا رغم إني برشلوني، لكن الواقع يفرض نفسه. إحنا ما رم نقول شيء، يعني شال دوري أبطال أوروبا أكثر عن 15 مرة، و 15 مرة شالنا، يعني ما نقدر نقول. في آخر 10 سنوات يمكن كم 7 ولا 8 مرات شلوا بطولة دوري أبطال أوروبا. لكن أرد وأقول لك يوسف، يعني في نهاية الحديث برشلونة هذه السنة مكسر الدنيا. أقول لك سجع ريال مدريد أحسن. صعب صعب، مشكلة إنه يعني برشلونة هنا شايف من غرز داخل فما أقدر. أنا تعرف أشجع برشلونة يعني يمكن من 2006 2007 أيام برشلونة 2009. أنت تشوف برشلونة 2009 وش سوى؟ تعرف برشلونة 2009 كانوا جماهير ريال مدريد قبل لا تبدأ المباراة يروح يناموا لأن المباراة منتهية قبل لا تبدأ، صح ولا لا؟ أنت ما تعرف، سأل أبوك بيخبرك عنها. برشلونة 2009 ما حد كان يقدر. أنا مدريدي مثلك يعني، هو يعرف برشلونة 2009 كان مدربهم غوارديولا بعد، كانوا مكسرين الدنيا، وكانت هناك انطلاقة اللي هي التيكي تاكا واللعبة، لعبة المهارات مع غوارديولا، مدرسة غوارديولا يعني هناك كانت الانطلاقة، بعد تطبق على الدوريات اللي راحها. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح يوسف. أنا وايد استأنست إني عرفتك، وهذا المكان مكانك، وأي وقت بتطلع فيه على الإذاعة حياك الله، تنور وتشرف هذه الإذاعة، وبإذن الله تعالى لنا لقاءات قادمة كثيرة مع إنجازاتك ومع طموحك المستقبلي، وأول لقاء بإذن الله تعالى لما تكون في المنتخب أنا أسوي لك إياه. قول إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعطيك العافية أبو يوسف. شكراً عبد الله، شكراً على هذه الاستضافة، شكراً لقناة شبيبة إف إم على الاستضافة، وكان يعني حوار شيق وجميل معك ما شاء الله عليك يعني. الله يسعدك، وأحسنتم مرة ثانية، جزاكم الله خير. حق واجب، حق واجب. إذن أعزائنا المتابعين، هذه كانت الموهبة الكروية الصاعدة ما شاء الله عندنا يوسف اليوسفي، كان ضيفنا في برنامج أدرينالين لهذا اليوم.